بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الـ Component of High Quality Healthcare. Component of High Quality Healthcare هي الـ Component of Quality. خلينا نقول عندنا في Structure، في Process، في Outcome. أنا عشان أشتغل Quality وأدي فعلا Quality عالية جدا، في بعض الـ Component أوكي اللي لازم تبقى موجودة وبشتغل من خلالها، اللي هي structure process outcome. طيب ال structure ده في ايه؟ structure it refers to physical setting personnel facilities supplies and record. عشان اقدر اقول انا محتاج ان انا اشتغل جودة كويس، فلازم الاول يبقى عندي مكان بشتغل فيه، physical setting المكان نفسه. طيب في ناس تشتغل personnel، في امكانيات facilities، في supplies، في record. تمام، كل دي نقاط مهمة جدا موجودة في الستراكشر، اللي هو مفروض زي ما بنقول ده مكون من المكونات المهمة جدا، المفروض تبقى متوفرة عشان اقدر اشتغل جودة. يبقى المكونات المهمة عشان اقدر اشتغل جودة الستراكشر. تمام، زي ما قلنا فيها الفيزيكال سيتنج، البيرسونال، الفاسيليتي، السبلايز اند ريكورد. تاني حاجة البروسيس. The process it refers to services provision for client general and specific. The process بقى نفسها لازم يكون عندي حاجة اسمها process، اللي هي العملية اللي أنا هشتغلها أو ال activities أو المهام اللي أنا هبتدي أشتغلها عشان أحقق الجودة. تمام؟ طيب بعد كده عندي ال outcome it refers to improvement for structure and process. طبعا المفروض النتيجة في الآخر يكون في improvement في ال structure وفي ال process عشان أقدر أقول أنا طلعت بنتيجة كويسة. يبقى ال component of high quality healthcare هي structure process outcome. goals of quality improvement in research. ال goal of quality improvement، هنا goals of quality improvement عندي أكتر من حاجة، في منها research. تمام، أول حاجة enhance performance by setting aims, examining process of care, testing changes in this process, implementing those changes that improve result. يبقى لما أجي هنا الهدف ال quality improvement إن أنا بحسن الأداء by إيه؟ عن طريق إيه؟ إن أنا بحط هدف، بشوف ال process اللي إحنا بنشتغلها دي أمورها ماشية ولا فيها مشاكل، بعد كده بشوف التغيير بعد ما اشتغلنا، وبعمل testing طبعا ال changes in this process، طبعا لو في اي changes ببقى عارفاها، بعمل implementation اوكي، وببتدي بعد كده اشوف ال result في الاخر improved ال outcome بقى كويس ولا لا. quality improvement process، بنقول في ال quality improvement process the steps involved in quality improvement are identifying the problem, root cause, identification and analysis, research utilization, optimal solution based on the root causes, action planning, implementation and follow-up. يبقى الـ quality improvement process number one identify problem، number two identify the root causes and analysis. أول حاجة قلنا بعرف إيه هي المشكلة. طيب هعرف المشكلة وخلاص؟ لأ، ده أنا لازم أجيب سببها وأحلله. تمام، بعد كده قلنا research utilization. research utilization is the first step in quality improvement within the staff development department. use of research about the process and management of the staff development education is the basis for quality improvement strategy. نبتدي بقى نشوف الريسيرشز اللي موجودة عندنا. زي ما اتفقنا انا شفت المشكلة، عرفت سببها، حللتها. تمام، ببتدي اوصل في الاخر ايه الحلول اللي انا هشتغل عليها، وده بيبقى مهم جدا في الكواليتي امبروفمنت او في تحسين الجوده. research utilization provide a scientific basis for decision making. طبعا الريسيرش اللي احنا بنعمله ده اوكي، ده في الاخر بيخليني اخد قرار بيبقى مبني على حقائق، وبيخليني طبعا هنا في الاخر ببقى يعني متاكد ان انا ماشي في المسار الصحيح. اوكي، research utilization provide a scientific basis for decision making and ensures a solid foundation for change. بعد كده optimal solution based on the root cause. طبعا التطبيق اكيد، تمام، او الحل الامثل اللي انا هختاره بيبقى مبني على تحليل كل اساس المشكلة كان ايه وانا حللتها ازاي. بعد كده الاكشن بلان
اكشن بلاننج هنا بنقول اكشن بلاننج از ذا سكند ستيب ان كواليتي امبروفمنت. ابتدي بقى خلاص اعمل اكشن بلان، انا عايز هعمل ايه بقى؟ ايه الخطوات اللي هنتبعها عشان نقدر نشتغل على المشكله دي او نحلها؟ بنقول the most effective tools available for problem resolution and service improvement are action plan. بنعمل حاجة اسمها action plan and an organizational structure that encourages participation in the planning and implementation of the change. Action planning uses the same concepts of lessons planning to design a framework for a change with the department. No major change should occur without a written action plan. مفيش change هيحصل غير لما اعمل action plan عشان اقدر اشتغل عليها، الخطوات اللي انا محتاج ان انا اشتغل عليها. بعد كده بعمل implementation، بطبق بقى الاكشن بلان اللي انا حطيتها دي، وزي ما اتفقنا كل الستاف بيبقى participated في التطبيق، وبعد كده بعمل فولو اب بشوف الشغل اللي انا عملته اوكي واللي انا طبقته ده كان فعلا مظبوط ولا لا. عشان كده قلنا بنقول the third step in quality improvement is implementation, participation of the staff, development educators and nursing services staff in the decision, planning and implementation of the educational program. Changes can be accomplished through shared governance system of the organization and the use of the task forces to work on a specific program designs. Follow up the effectiveness of the implementation and the variety that the desired result are met. Criteria of the standard. Okay. لما اجي احط معايير اشتغل عليها مهم قوي ليها مواصفات، المواصفات دي credibility, stability, realism, clarity, modernity. يعني مهم قوي يكون فيها مصداقيه، مهم قوي تكون واقعيه، مهم قوي تكون واضحه، مهم قوي يكون فيها نعمل من الثبات، مش كل شويه اقعد ان انا يعني اغير بس بيزد على معطيات معينه عندي. كمان تكون ابديتد، الستاندرد ده يبقى ابديتد. تمام. موديل اوف هيلث كير كواليتي ستراكشر بروسيس اوتكم ستراكشر كرييتنج ذا كاباسيتي فور كواليتي. الستراكشر بيبقى فيه الستاف كواليفيكيشن، السيفتي، سانيتيشن، الكير دوكيومنتيشن، ادكوسي اوف كير ريسورسز، اورجانيزيشن ستراكشرز ميجرز. كل ده موجود في الستراكشر زي ما اتفقنا. بروسيس ميجرز، اكتيفيتيز بتوين ذا بروفايدرز اند بيشنتس اور بتوين بروفايدر اند بروفايدر. انيشال كير اسسمنت اند كومبرهنسيفنس، كير بلان بيزد اون اسسمنت، كومبلاينس ويز تريتمنت بروتوكولز، جايد لاينز، ستاندردز اوف كير. Outcome standard بنقول intervening factors, severity of illness, non-health factors, patient compliance, complaints, social support, patient motivation. كل دي الحقيقة ممكن outcome standard نحنا نشتغل على أو أنواع من أنواع الستاندرد. New trend in quality management of community health, Six Sigma improvement methods. بنقول ال Six Sigma is a process of management methodology that provides a systemic means of developing and improving process. Six Sigma focuses on understanding the voice of the customer and using data-driven technique. في حاجة اسمها Six Sigma. Six Sigma دي من new trend في quality management. الحاجة دي بتركز قوي على ال voice of the customer. هو المريض عايز ايه، هو ايه المشكله عنده، ايه احتياجاته. نبتدي نشتغل على نضع تكنيك للشغل لحل او لسد هذه الاحتياجات. Faces of the Six Sigma بن define, measure, analyze, improve, control. define ايه المشكله، نبتدي نعمل measurement ليها عشان مش بناخد كده وخلاص. بعد كده بنعمل analysis نحلل، نعمل improvement بقى نبتدي نشتغل على المشاكل اللي موجودة، وفي الآخر بنعمل كنترول، بنعمل ايفالويشن بقى ونشوف احنا وصلنا لإيه. تمام؟ اوكي، زي ما اتفقنا define who your customers are and what the requirements are for your products and services, their expectations, define your team goal, project boundaries, what you will focus on and what you want, define the process you are striving to improve by mapping the process, measures, eliminate
جيوز وورك اند اسامبشن. لما بعمل ميجرمنت هنا عشان اشوف المشاكل بالظبط، دي بتخليني ابعد عن الافتراضات وابعد عن ان انا لا انا حاسس انه كذا، لا مفيش حاجه اسمها حاسس، انا لازم المشكله اللي انا طلعت بيها تبقى مبنيه على اسس، تمام، وفي براهين بتقول ان في مشكله، فده لازم اتبع ميجرمنتس معينه او تولز معينه اقيس بيها، نعمل لها اناليسيس زي ما اتفقنا، تمام، اوكي. ومهم جدا انا بعمل الاناليسيس عشان انا عايز اوصل بالظبط المشكله فين، عشان كده بنقول ground in the context of the customer and competitive environment analyze is used to organize data and look for process problem and opportunities. This step helps to identify gaps between current and goal performance, prioritize opportunities to improve, identify sources of variations and root causes of problem in the process. Improve بقى كده بنعمل improvement, generate both obvious and creative solutions to fix and prevent problems, finding creative solution. احنا محتاجين نعمل improvement زي ما اتفقنا، فلازم اجد حلول. Control, ensure that the process improvement once implemented will hold the gains rather than revert to the same problems again. لازم متأكد ان كل الخطوات اللي انا عملتها في الآخر كان في تحسين، مش رجعنا لنفس المشكلة. Design, develop detailed design for new process. Determine and evaluate enabling elements. Create control and testing plan for the new design. طبعا بنستخدم tools مختلفة. Validate test detailed design with a pilot implementation. If successful, develop and execute a full scale implementation. خلاص انا عملت ديزاين ليه، انا هشتغل على ايه، بعد كده بنتست على بايلوت امبلمنتيشن على سكيل صغير، وبعد كده اتاكدت ان الامور او البلان اللي انا حطاها مظبوطه، اوكي، ببتدي استخدمها على سكيل اكبر. شكرا، السلام عليكم.